من كام يوم كده كنت نزلت لكم فيديو جديد عن موبايل فيفو في 17 برو، اول موبايل اجربه من شركه فيفو. النهارده انا هكلمكم عن الفيفو اس 1، تاني موبايل اجربه من شركه فيفو. والموبايل ده طبعا في فرق واضح شويه ما بينه وما بين الفي 17 برو في مواصفات وسعر والكلام ده كله. طبعا قبل ما نخش في الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس. ولو ما كنتش شفت الفيديو بتاع الفي 17 برو انصحك ان انت تشوفه، هيظهر لك في حرف الاي اللي فوق. اتكلم بقى عن الاس 1. طبعا زي ما انتم شايفين معايا اللون جامد جدا اللي معايا دوت، تدرجات الالوان فيه شكلها حلوه جدا. التصميم بتاع الموبايل ان هو يعتبر بيزك شويه او يعني ما فيهوش يعني ابتكارات قوي. التصميم زي ما انتم شايفين معانا الظهر ان هو فيه اللون، تدرجات اللون من اللبني فاتح جدا نازل على لبني اغمق على بنفسجي. عندنا طبعا 3 كاميرات خلفيه، ويمكن ده اللي فيهم شويه تغيير شويه في التصميم، ان دايما الشركات بتخلي لون المسافه ما بين الكاميرات لونها اسود، ولكن لا، هي فيفو عامله المسافه ما بين الكاميرات بنفس لون الموبايل ونفس تدرجات الالوان كده والانعكاسات اللي ظهر الموبايل بيعملها. صراحه احلى حاجه في اللون اللي معايا دوت ان هو مش بيبان عليه خالص اي بصمات، دي حاجه حلوه طبعا، لان زي اي موبايل الموبايل هنا بيبصم جامد، ولكن زي ما بقول لكم اللون الفاتح مش بيبان خالص. الجزء بتاع الكاميرا فيه بروز بسيط جدا جدا جدا، وبيتغطى بالكفر اللي جاي مع الموبايل. الكفر بتاع الموبايل الكفر سيليكون عادي جدا وبيقفش قوي على الموبايل. يعني لو انت ناوي تحط الخط بتاعك، ناوي تحط ميموري كارد بتاعتك في الموبايل، حطهم قبل ما تركب الكفر عشان هتلاقي صعوبة الصراحة ان انت تشيله. الموبايل هنا بيجي بفريم بلاستيك، وعندنا في الجزء التحتاني مدخل الشحن USB عادي مش USB تايب سي، وعندنا سماعات السبيكر بتاع الموبايل، والصوت بتاعها صراحة يعني اقل من المتوسط. وعندنا كمان مدخل الهيدفون جاك، والموبايل هنا بيجي معاه سماعات هيدفون شكلها روش جدا. باقي بقى التصميم عندنا على الجزء اليمين الازرار التحكم في الصوت وزرار باور، والناحيه الشمال عندنا زرار كده مخصص لجوجل اسيستنت، ممكن تستخدمه عشان تفتح جوجل اسيستنت او جوجل سيرش، ولكن حتى الان مفيش اي اوبشن ان انت تخليه يفتح لك برامج تانية غير جوجل. يعني في الجزء الامامي عندنا شاشه، وعندها طبعا الكاميرا في الووتر دروب نوتش، مفيش يعني اي حاجه مبتكره قوي في التصميم الامامي هنا للموبايل. الشاشه ان هو شاشه اموليد حجمها 6.4 انش، جوده فول اتش دي بلس، والالوان بتاعتها حلوه ومميزه وممتعه في الفرجه على الافلام والفيديوهات. والشاشه ان هو كمان فيها الخاص اللي احنا بنحبها زي خاصيه الالويز اون ديسبلاي، ودي ممكن تشغلها من الاعدادات بتاعه الموبايل، بصمه بتاعه الموبايل في الشاشه. بصراحه بصمه سريعه وعجبتني، يعني تحس ان دلوقتي البصمات بقت اسرع واسرع. البصمه هنا كمان فيها اكتر من اوبشن للانيميشن بتاعتها، تقدر تختار منهم. في خاصيه الفيس انلوك فبيفتح عادي جدا بالفيس فيس انلوك بشكل سريع. الواجهه ان هو اسمها فان تاتش او اس، تكون مثلا في تشغيل واي فاي ولعبه في اضاءه الشاشه، مش بننزل عادي الستارت اشعارات من فوق، لا الستاره دي بتجيبها بتسحب من تحت وبتطلعها، وتقدر بقى ان انت تتحكم فيها تختار الترتيب بتاعهم، وبيتبان لك كمان اختصارات اخر ابلكيشنز انت فتحتها. جزء الاعدادات نفسه شكله مختلف عن اغلب الموبايلات، في الاوبشنز اللي احنا بنحبها كلها ولكن ظاهره بشكل مختلف. بيدعم تشغيل نسختين تطبيقات التواصل الاجتماعي، عندنا طبعا اوضاع جيسترز المختلفة، تتقسم الشاشة، الكلام ده كله موجود هنا. وكمان موجود خاصية الاو تي جي، وهتلاقيها محطوطة كده بره، ودي حاجة سهلة. الناس دايما بتقعد تقول لي هو موبايل بيدعم او تي جي ولا لا. واجهة الموبايل صراحة ان هو زي ما بقول لكم فيها مزايا كتير وسريعة وسلسة جدا في الاستخدام. الموبايل كمان ان هو بيجي ب 6 جيجا رام و128 جيجا ميموري. 6 جيجا رام طبعا فارقين في السلاسة دي بشكل واضح. الموبايل هنا كمان بيدعم تشغيل خطين وكارت ميموري في نفس الوقت، ودي حاجة حلوة. بالنسبة للأداء الموبايل بيجي بمعالج ثماني نواة ميديا تك هيليو بي 65. المعالج ان هو بيقدر يشغل معاك باب جي بشكل كويس جدا على اعلى اعدادات جرافيكس، يعني شغاله بشكل حلو وما فيهاش اي مشاكل. وعندك طبعا خاصيه الالترا جيمنج بوست ان هو في الموبايل اللي بتدي لك اوبشنز اضافيه ان انت تقفل الاشعارات، تقفل الابلكيشنز اللي في الخلفيه عشان يدي برفورمانس كله للعبه. الموبايل هنا كمان بيقدر يشغل لعبه كول اوف ديوتي ولكن على اقل اعدادات لو جرافيكس مع ميديم فريم ريت. وللناس اللي بتهتم بارقام البنش ماركس، فدي الارقام بتاعه الموبايل على ابلكيشن انتوتو بنش مارك، ودي الارقام على ابلكيشن جيك بنش سواء اختبار السنجل كور او اختبار المالتي كور. الفيفو اس 1 بيدعم كل المستشعرات وبيشغل نظارات الواقع الافتراضي، ومستشعرات هو شغاله بشكل كويس كلها هاردوير، مفيش مستشعرات سوفت وير. وفوق ده كله الموبايل بيدعم تشغيل راديو اف ام، ودي طبعا حاجه الناس كتير قوي بتحبها. موبايل بيجي ببطاريه 4500 ملي امبير، البطاريه هتديك مثلا 6 ساعات ونص سكرين اون تايم طبعا على حسب الاستخدام بتاعك. كمان الموبايل ان هو بيدعم الشحن السريع 18 واط، ولكن للاسف الموبايل بيجي بشاحن يو اس بي عادي مش يو اس بي تايب سي. واخيرا هنتكلم على الكاميرا. الفيفو اس 1 بيجي بثلاث كاميرات خلفيه، العدسه الاساسيه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8، عدسه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه
F2.2 وعندنا عدسة 2 ميجا بكسل بفتحة 2.4 عشان العزل. الابليكيشن بتاع الكاميرا مختلف تماما عن ابليكيشن الفيفو V17 Pro، بعدا هما الاثنين الابليكيشن بتاعهم مختلف عموما عن ابليكيشنز الكاميرات اللي انا قابلتها. عندنا طبعا الوضع التصوير الاساسي اللي هو الفوتو، اختار الوايد ودي بيفتح لك الوايد انجل، العلامة اللي عاملة زي فتحة العدسة دي، ودي لما بتدوس عليها بيطلع لك جزء العزل، يعني هو ده بتاع العزل، مفيش ان هو توضع بورتري. وعندك جزء البورتري لايت افكتس، اختار بقى مثلا هو يبقى الشخص نفسه وشه بالالوان او جسمه باللون مثلا، والخلفية ابيض واسود، او مثلا في اضاءة مثلا معينة عاملة زي الرينبو على وشه. وعندها طبعا الفيديو العادي والموبايل ان هو بيقدر يصور فيديوهات بجودة فول اتش دي، وعندنا برضو كمان امكانية تصوير فيديوهات بالعدسة الالترا وايد انجل في الموبايل. الكاميرا الخلفية نوت للاسف ما فيهاش وضع نايت مود. بالنسبة بقى للتصوير، فالتصوير الصبح صراحة كان حلو، يمكن ساعات كنت بحس ال HDR في الكاميرا الخلفية ساعات بيشتغل ساعات مش بيشتغل قوي، يعني معرفش صور وصور الصراحة حسيت ال HDR احسن مثلا ساعات في الصور الالترا وايد انجل. طبعا الالوان هنا برضو كانت مظبوطة لحد كبير، والالوان الورد كان طالع معايا كويس. وطبعا زي ما قلت ان هو الموبايل مفهوش وضع ليلي، فالاضاءه بالليل الموبايل يعني التصوير بتاعه بيبقى اقل بشكل ملحوظ. دي تجربه تصوير بكاميرا خلفيه لموبايل فيفو S1. طبعا انا بتحرك عشان اشوف السبب بتاع الكاميرا والكلام ده كله، ما تكسل في ستيك، واتمنى الفريم يبقى مظبوط. موبايل هنا بيقدر يصور فيديوهات على جوده فول اتش دي، بس ما فيش هنا 4K في الموبايل. دي بقى تجربه التصوير بالعدسه الالترا وايد انجل في موبايل فيفو S1. مش عارفه بقى الكواليتي هتبقى عامله ازاي، ولكن انا برضو زي ما بقول لكم انا بجرب عشان اشوف الكواليتي بتاعه الصوت مثلا الثبات الكاميرا وكده. تجربه التصوير بموبايل فيفو S1، طبعا احنا مكان بالليل يعني ومكان خروج، وبتحرك عشان نشوف الإضاءة عاملة زي، يعني لما الواحد أجي إضاءة في وشي أو في ظهري كده هتبقى منعكسة زي يعني على الكواليتي بتاعة الفيديو والكلام ده كله. بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، وبرده الابلكيشن ان هو زي بالظبط الكاميرا الخلفيه، ولكن مختلف شويه في حته العزل. فلو انت عايز تعمل عزل بالكاميرا الاماميه ما عندكش الاوبشن اللي كان موجود في الكاميرا الخلفيه، فانت لازم عشان تعزل اي صوره في الكاميرا الاماميه لازم تستخدم اللي هي بورتري لايت افكت. طبعا انت لو مش عايز تعمل حركات في الصوره مثلا انت تبقى ملون والخلفيه سودا والحاجات دي كلها، فانت ممكن ان انت تستخدم اللي هو الناتشرال لايت او اللي هو الاضاءه الطبيعيه، وساعتها هيعمل لك الصوره بورتري عادي جدا بالكاميرا الاماميه. تقدر تصور فيديوهات برده بجوده فول اتش دي، والكاميرا الاماميه هنا بقى التصوير بتاعها بجد حلو جدا، يمكن احلى كمان من الكاميرا الخلفيه، وده طبعا يعني 32 ميجا بكسل و16 ميجا بكسل، بس فعلا الكاميرا الاماميه نوات حلوه جدا، والصبح بقى ال HDR فيها بجد حلو جدا، احسن شويه من الكاميرا الخلفيه كمان. تصوير بقى البورتري برده نوات حلو جدا في الكاميرا الاماميه، ما فيهوش حته الغلطات اللي انا علقت عليها في الكاميرا الخلفيه. في التصوير في اضاءه ضعيفه الصوره يعني هتلاقيها قلت شويه الكواليتي، وساعات ممكن اللون ما بقاش مظبوط قوي، ولكن نتائج الصور كانت حلوه، خصوصا ان الموبايل هنا هو زي ما قلت ما بيدعمش لا نايت مود ده في الكاميرا الاماميه ولا في الكاميرا الخلفيه. هاي، دي تجربة تصوير بالكاميرا الأمامية لموبايل فيفو S1. طبعا أنا بتحرك عشان أشوف الثبات بتاع الكاميرا والصوت والكلام ده كله عامل إزاي. طبعا هحاول كده أجيب الشمس ورايا أو السماء ورايا، مش عارفة بقى هل HDR هيظبط مثلا في الفيديو نفسه ولا لأ. هاي، دي تجربة تصوير بالكاميرا الأمامية لموبايل فيفو S1. احنا طبعا بالليل، بس احنا في منطقة خروج بقى، في إضاءة مختلفة جدا في مكان منعكسة طبعا وشي من الاماكن اللي حواليا، فبس انا بتحرك عشان اشوف اختلاف الاضاءه ده على وشي هيبقى عامل ازاي. انا مثلا يعني هو مثلا في اضاءه في وشي، وشي هيبقى منور ازاي لو خليت مثلا اضاءه كده مثلا في ظهري، وشي هيبقى منور ازاي كده. يعني تعرف فيفو S1 وقت عمل الفيديو دوت 4400 جنيه مصري. طبعا الموبايل يعني سعره يعتبر غالي شويه بالنسبه للاجهزه المنافسه، نفس سعر الموبايل هتلاقي برده موبايلات شاشه سوبر اموليد، وهتلاقي برده موبايلات الكاميرا الاماميه فيها حلوه جدا، ولكن طبعا مع معالج اعلى وممكن مثلا شحن اسرع كمان. بصراحه طبعا شركه فيفو تعيد التفكير شويه في التسعير بتاعها في السوق المصري. اوفر اول فيفو S1 يعتبر موبايل كويس، ولكنه ليس الافضل في سعره من ناحيه المعالج او الكاميرا
خلفيه مثلا. لو بفكر تشتري الفيفو اس 1 هسيب لك لينك الشراء في الديسكربشن او في صندوق الوصف والتعليق المثبت. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر والناس اكتر تشوفه. ما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. تقدروا تتابعوني على فيسبوك وانستغرام لميسر حسيني وتنضموا للجروب بتاعي تيك كيتشن. لو عندكم اي استفسارات انا برد عليها على الجروب. وطبعا تقدروا تنضموا كمان لجروب تليجرام بتاعي الخاص بالعروض على موبايلات والاكسسوارات وكل حاجه. اللينكات بتاعتي كلها انا سايباها في صندوق الوصف او الديسكربشن يعني. يلا باي باي.